إلى ذلك، يعني طبيعة هذا النقاش بالأبعاد الطائفية والمذهبية في تقديرك، هل يترك مجالا لمقاربات عملية لمكافحة الإرهاب؟ هذا يضعف عملية مكافحة الإرهاب، لأن الطائفية تغذي الإرهاب. أيضا مساجد شيعية في الكويت أو في السعودية تم تفجيرها من قبل إرهابيين. إجمالا أنا لما أرى الخريطة أرى أن إجمالا الإرهاب المستخدم، إرهاب القاعدة وداعش، هو إرهاب ما سمي بالأصولية الجهادية أو ما سميه أنا بالتقاء الوهابية مع الجهادية المصرية. أي من الظواري هو سيد قطب، هو الجهادية المصرية، أسامة بن لادن هو الوهابي. هذا الكوكتيل المولوتوف الذي فجر الإرهاب مع القاعدة تواصل مع داعش. طبعا تغذية الطائفية، ونعرف القنوات الفضائية، أنا أشتغل على القنوات الفضائية ولنذهب جميعا إلى يوتيوب ونقوم بأبحاث علمية لتحليل الخطاب، تحليل المضمون، سنرى كيف شيوخ يغذون هذه الفتنة. خطاب كره، أنا عندي خطابات عملت علي، اكرهوهم، احقدوا عليهم، ابغضوهم، لا تتعاملوا معهم، اليهود، المسيحيين، الشيعة، الرافضة، الوطنيين، الديمقراطيين، الاشتراكيين، الليبراليين إلى آخره، هذه خطابات ملموسة موجودة. لهذا اتهم الخطاب الوهابي بنشر الحق. فيما بعد العراق، نعم بدأ داعش، ضرب داعش، فجر داعش، رد فعل الجيش العراقي لم يستطع، تشكل الحشد الشعبي ليس من الشيعة فقط، الحشد الشعبي في سنة، في مسيحيين قاتلوا معه وقاتلوا مع الجيش العراقي، هو قوات رديفة للجيش العراقي، لأنه ضربة الإرهابية لداعش لم تكن ضربة عملية خلية نائمة، وإنما احتلال مدن بأكملها. بغداد كان ممكن أن تحتل، احتلال الموصل من أكبر المدن العراقية. نحن إذن أمام غول حقيقي، وهذا يفسر أيضا بضعف الدول، هشاشة الدول، لأن الإرهاب مثل لعبة القط والفأر. القط هو أجهزة المخابرات والدول القوية بجيوشها، والفأر يبحث عن ثغرات. لهذا الإرهاب انتشر في أفغانستان، انتشر في الصومال، انتشر في مالي، انتشر في جزء من سوريا، انتشر في العراق. لما تتفكك الجيوش، تتفكك أجهزة المخابرات، لما تتفكك الدول تحدث ثغرات، فينتشر الإرهاب ويبني له ماذا؟ يبني له قاعدة، بمعنى يرفع أعلام ويجبي جباية ويجمع أموال. أما الإرهاب الآخر، إرهاب مثلا أوروبا، فهي الخلايا النائمة، هي المجموعة، هي الذئاب المنفردة التي سميناها، وهذه ممكن أن تحاصر وتنتهي إذا ما تم إنهاء المركز. إذا ما ضرب المركز فهذه نعم ستقوم بعمليات هنا وهناك، لكن على أمد متوسط وبعيد ستتلاشى وتنتهي كليا، حينما لا نسمح أبدا لمراكز إرهاب أن تزدهر وأن تعشش. نعم دكتور رامي الخليفة العلي، في باريس ثمة من يرى أن